سبت 17 فيفري، اهلا وسهلا مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فهري. شكر خاص للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا. سمعنا مقطوعه موسيقيه من الحان خالد بن عيسى. شكر خاص لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. سهرة الليلة باش يكون معنا حصريا الفنان نور شيبة. جيب حدانا الممثله كوثر بالحاج. دي بوي نكتشفوه مع بعضنا. برشا جديد يستنى فيكم، مرحبا بكم، مشاهده طيبه للجميع. عمل مؤخرا ضجه كبيره بعد ما خرج الكتاب نتاعو مجموعه غنائيه عنوانها الحي روح. الفنان نور شيبة يجيب حدانا في حوار حصري وخاص. نستقبل بحب كبير النجم نور شيبة. مرحبا بك. نعيش كيد. مرحبا بكم، وحشتكم برشا. كل شيء مع بعضه. مبروك الألبوم، مبروك الأغنيات، كفارة، كل باهي. الحي يروح، حي يروح، ويدوم حال. ربي لا يعاود علينا الأحزان هذه، وإن شاء الله الإنسان. أنا الليلة باش نحب نقول حاجة، إن شاء الله الليلة نسكروا الموضوع. أنا بالنسبة لي أنا حاجة تعبتني برشا في حياتي، وحاجة مؤلمة ليا والعائلتي والجمهوري والناس اللي تحبني انا. وبين قوسين انت تعرف اللي احنا ما جيتش على خاطر الكتاب، خاطر احنا عندنا مده نحضروا للباساج نتاعنا هذايا، وكنا باش نحكيوا على الاغاني وعلى المحنه وكل شيء، ولكن الكتاب هو فرض نفسه، ما كناش في بالنا رانا في الكتاب معناتها. رب ذرة نافعة. مبروك الكتاب الحي يروح. حي يروح ضجة كبيرة. الأمور قاعدة تمشي بطبيعتها ولا قاعدة تخطط كنوع من التسويق؟ بالنسبة لتسويق الكتاب كمثلا كيفاش باش يتسوق؟ طبعا للقارئ، اما ما سوقش الضجه هذيك، والا استفزيت ناس، والا كلمت ناس باش يكتبوا، ناس باش تسب، وناس باش تشكر. لا، هو اللي صار تلقائي برشا وعفوي، وانا فاجئني، تفاجئت انا بكل صدق. هذا انسان فنان تونسي عنده اسمه في البلاد، عنده نجاحات وعنده جمهور، صارت له محنه تنحكيوا عليها التفاصيل بتاعها، دخل السجن، عاش وجيعة. من منطلق أنه هو شخصية عامة وقضيته ولات بقدرة قادر إلى قضية تتحكي في الأعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي وعند العباد، يلزمها تتوثق. أنا بالنسبة لي نوثق في هذه المرحلة المؤلمة في حياتي، أول حاجة لي أنا نوثقها، لي أنا شخص، لي أنا خاطر فيها برشا حاجات عشتهم، وثاني حاجة للناس باش تكون درس على الاقل. الناس استكثرت عليك انك تعمل كتاب وتخرج مجموعه غنائيه. من هو نور شيبة حتى يتطاول على اهل الادب وادب السجون وما ادراك ويقرر باش يكتب؟ انت كي ترى الكتاب لنا فماشي الكاتب ولا الاديب، نور شيبة ما حد شيء ما يدل. راهو المشكله انه لا انا قلت اديب، لاني كاتب، لاني شاعر، بالرغم اللي أنا منخرط في المؤسسة التونسية لحقوق التأليف منذ سنة 2004 في تأليف الأغاني، مؤلف وملحن أغاني، لكن عمري لا قلت هالحكاية ذي، على خاطر أنا نحب روحي فنان، نغني، نعمل غنياتي، ولكن ساعات نعمل غنيات أنا نحسهم خرجهم من جمهوري. هذه حاجة أخرى، هذه هي ورت حاجة، راهو اليوم ورت اللي من المضحكات المبكيات اللي في العالم الكل، أي واحد عنده الحق يكتب وجيعته، فرحته، حكاياته، قصته، يكتب. أنا عندي الحق نكتب، وأنت عندك الحق تقرأ ولا ما تقراش، تشري ولا ما تشريش، وتنقد وتقول. أما لكني لا، هنا فما غلطة، يلزمك تنقد بعد ما تقرأ، ما تنجمش تعطي رأيك في حاجة ما قريتهاش. وهذا هو الشيء اللي ربما كان غلط في الحكاية الكل. أقرأ يا سيدي وخذ، ولو أنه معتها هو بقدرة قادر، ولا معتها حديث الناس وحديث الإعلام وحديث معتها الشارع التونسي كل شيء. في زمن الديجيتال، الانستغرام والتيك توك والفيسبوك، اليوم الناس ولا تحكي على كتاب، هذه حاجة جميلة جدا في بلاد ما نقراوش فيها برشا. نور، عملت كل شيء باش تسوق للكتاب. يقول أول حاجة مؤتمر صحفي ضخم حضرته تقريبا كل وسائل الإعلام، ديزانستغراموز موجودين، مؤثرين كذلك موجودين، حتى رجال دين حضر، كل شيء، تونس كاملة لميتها، مختلف الشرائح.
الإمام والفنان والرياضي والصغار والكبار. أنا نحتفل أول حاجة الساعة. يقول لك كتاب كبار خذوا جوائز من العالم في تونس ما نجموش يعملوا هالحضور الإعلامي البسيط. نور شيب عمل هكا نجم نقولوا مجموعة صغيرة تقلبت عليها الدنيا. بالك شي أنا خذيت فلوس من الدولة ولا خذيت دعم؟ بفلوسي بمالي غنيت في الريفيون، مفروض كنت نمشي نعمل فواياج ولا نمشي نعمل نشري بيهم حاجة، عملت بيهم كتاب. شو محلى يا سيدي، فماش واحد هكاك أكثر منك. الكتاب هذاك عزيز عليا برشا، الكتاب فيه رمزية، الكتاب ونسني في الحبس. في السجن يا هادي أنت مسلوب الحرية، ولكن فما حريات حتى حد ما ينجم يسلب بالك، اللي هي أول حاجة التلفزة. وأنا التلفزة عذبتني برشا لأني نتفرج في زملائي وشفت الوالد متاعي ونتفرج فيك أنت يا خويا ونتفرج، نتعذب. بالنسبة لنا التلفزة نحب نتفرج باش نشوف فما، أما ماذا بيا ما نتفرجش. تعبتك أنا في الحبس؟ تعبتي خاطر نشوف الناس اللي نحبهم. أنا بين أربع حيوت وفي زنزانة نشوف الناس اللي نحبهم، أصحابي اللي نعيش معاهم وأخواتي وفنانين وزملائي. بطبيعة الحال نتعب ونفرح اللي أنا نشوفكم ونطير وحشة. الحاجة الثانية تصلي وتقرأ كتاب قرآن وتذكر ربي، هذا حقك. والحاجة الثالثة إنك تقرأ، حتى حد ما ينجم يمنعك، حتى قانون إنك أنت باش تقرأ كتاب. وفما حاجة أخرى اللي هي الكتاب. ديجا في البيفات يبيعوا الكراسات والأقلام، معناتها هذه حق معناتها متاعك، اكتب اللي تحب، يقولك دون احكي. وانا صراحة تعرف علاش كتبت؟ بسبب يا هادي كتبت، ما كنتش قاعد هكاك عندي ما نعمل، انا راني كتبت ولا من الفراغ خاطر عندي برشا وقت. انا كتبت باش ما نهبلش، باش نبرع. كتبت لغاية الشفاء، وبطلب من الاطباء النفسانيين اللي باشروني واللي نوجه لهم تحية، والاخصائيين النفسانيين اللي وقفوا معايا واللي انا لولاهم توا راني انا توا انسان مختل عقليا. خاطر الشيء اللي صار عليا مش شويه اللي صار عليا. اليوم كي يتلموا لي يقول لي نور انت تنجم تعمل حاجه في روحك، انت عندك فكر نتاع انتحاء، انت تحكي وحدك، انت تبكي وتضحك، شخصيتك كذا، انت صحيح تعيش فيها ازمه، شنو يلزمك تعاون روحك؟ قالوا لي يلزمك تعاون روحك. عندك زوز خيارات، يا اما باش نجيبوك نقيموك في الرازي، ولو انه باش نقول لك انا نقول كل شيء راه وما نستعارش انا التوا، المهم نحكي في صحه جيده لاباس عليا، وانا نحكي على فتره اخرى. الايواء صار، الايواء قرار الايواء في الرازي اتون جهه نور صار اي، ولكن اجي نقول لك قالوا لي شنو تحب، عندك شي حاجه تخرج غني؟ قالوا لي غني، قلت له نغني نبدا في الليريا نغني غنيت الوجيعة ونبكي. قلت له ما انا نحب نحكي، نحب عندي حاجات في داخلي وجعتني وعشتهم ومظلمه في حاجات وحكايات. قالوا لي اكتب بيه. اكتب، خرج الكتيبه هذيك، اكتب وقول مانيش كاتب انا راني ولا شاعر. فما حمله اتعملت ضد الكتاب من عند ناس جاءوا، أولا نوع من الاستكثار، علاش مكتبة الكتاب تجي تحت في أكثر من اللازم بنور شيبة وقت اللي كتاب كبار ما خذوش الشرف هذايا. الناس اللي ما شافوش حفل التوقيع متاع الكتاب متاعك، خلي نستدعاهم في روبورتاج صغير تشوفوا أجواء حفل التوقيع، وتنرجع نحكي على الناس اللي ضد والناس اللي معاه. نور شيبة، الحي روح. الحي روح، حي روح في المكتبات الحيرة. الناس كل تقريبا حضرت من المشاهير. أي. يقال انه تكلفه ضخمه، لانه نتصور انه ديستا انستغرام جاوك بالفلوس كذلك، كما مثلا مريم الدباخ. لا لا لا، وشفنا انا اسمي نور شيبة، ما استحقش حتى حد باش يعمل لي بوبليسيتي، نعمل بوبليسيتي لروحي. مش هذا، احنا بعيد لكل البعد علينا. هو اللي عملته هذايا اول حاجه احتفاء بالكتاب وبالكاتب التونسي، وبالكاتب والأديب التونسي اللي يلزم يلقى قدره أكثر من اللي ما هو عليه، ويلزم الدولة التونسية تولي تعمل لكل الكتاب التوانسة حفلات توقيع كي من هكا وخير من هكا، مش مزية. هو حبيت نلفت الانتباه بكل صدق، وهنا هذي عملته صحيح بمجهودي الخاص. وعلاش عملته في مكتبة الكتاب؟ عملته في مكتبة الكتاب لأنه أنا مكتبة الكتاب كل صباح نشرب قهوتي في مكتبة الكتاب. أنا نسكن في اللاك في البحيرة، والمكتب بتاعي في البلفيدير تونس. نخرج من لاك نتعدى على مكتبة الكتاب، نطلع نشرب قهوتي كل صباح نصبح على الكتب أو في باله، وبعد نمشي للمكتب بتاعي. فأنا هذيك حاجة في حياتي اليومية، مانيش واحد هكاك حبيت فيس ولا أو بلوس. مكتبة الكتاب اللي فيها رمزية كبيرة برشا،
قبل ما يقبلوا أنهم يصير، لأنه أنا مانيش كاتب وأنا مانيش أديب، والمكتبة هذه عندها حرمتها وعندها قواميسها سمحني وعندها لا، اطلعوا على العمل، اطلعوا عندهم ناس قراوا العمل وقالوا هذا عمل يلزمه يشرفنا احنا كيخرج هذا، هما قالوا حطوه في إطار أدب السجون أو فن السجون أو غيره برشا تسميات، وكانت العملية هكذا. هجوم كبير صار، مجموعة ما يسالش. مجموعة من المثقفين جو معاك. رجب بن سلامة تقول هل تؤمن نخبتنا المثقفة بالتعدد والديمقراطية؟ علاش لا نور شيبة ما يحكيش؟ لماذا نفتح السجن لغير المجرمين والقتلة؟ ولماذا لم نتقدم في اعتماد العقوبة البديلة؟ السجن مأساة مهما كان السبب، والكتابة عن تجربة السجن هي علاج. دكتورة ألفة يوسف تقول الحي روح هي عبارة شعبية متداولة، هي ملك للجميع. الإعلامي عمر بوعزة يقول موجة الرفض والتهكم والاستنكار استعملت فيها أبشع أدوات الإهانة والتحقير والتنمر وهي زوبعة في فنجان. باش نعطي أرقام، خلي نذكر أنه إحنا اليوم نتعاركوا على كتب قاعدة تبيع أرقام صغيرة برشا، علما وأنه في الكتاب في فرنسا يتبيع مليون نسخة، إحنا 2000 و3000 يعتبر إنجاز. دونك لهنا في نفس الوقت عملت حفل توقيع وعملت حفل بهيج، لأني أنا كي خرجت ما احتفلتش بالخروج متاعي فرحة، زاد استدعيت صحابي وحبابي الناس كذا اللي هما زاد احتفلوا. ونقول لك حاجة أخرى، فما ناس اكتشفوا مكتبة الكتاب، وفما ناس جاءوا نهار التوقيع وشراوا كتب أخرين. أنا فما جمهور آخر جاء للكتاب، ربما ما فما ناس تعرف الكتاب كان في العودة المدرسية مثلا، ولكن الناس كذلك خذات كتب أخرى وكل شيء. الهجوم أنا ما نعتبروش هجوم، هو انقسام. لا هاكا قالك وصلت حد التنمر، لا حد التحقير. اجا قلت انا اذا كان واحد باش يخرج الخيوبيه اللي فيه بالحدث اللي صار، يا خويا مع حي روح خرج الخيوبيه اللي فيك مش مشكله، المهم انت تفرهد وشيخ كانك تخدم يا سيدي نحي الغمجه اللي في قلبك، شيخ روحك امورك. خاطر انا نقول لك حاجه، ما ينقص مني حتى شيء، انا انسان والله. يا باش نقول لك يا هادي سامح، انا لفت الانتباه لشيء اللي صار هذا الكل خاطرني جاي بحذاك باش نحكي في الموضوع. مانيش لاهي، انا انسان نخدم على روحي، انا انسان ضاعوا من عمري عامين بريسك، يلزمني نعوضهم ماكلتي بالوقت، سبوري بالوقت، غنايتي بالوقت، عيشتي بالوقت، ما عنديش وقت للحكايات هذه، فلان قال وفلان عمل، ما عنديش وقت، عندي وقت يلزمني نعوض اللي ضاع لي ماديا ومعنويا، وعندي جمهور وخدمتي وافراح الناس ومهرجانات ورمضان وغيره، ما عنديش وقت للحكايه. لكن حطيت وذني وشفت كذلك أني جاي بحثك باش نجاوبك أكثر من هكا ما يهمنيش. والحاجة الباهية أنه فما صار انقسام، انقسام، ناس معاه وناس ضد، ناس تشكر وناس تذم، ناس تقول لك هذا عنده الحق يكتب، وناس تقول لي ولدي يقرأ وبعد حكموا عليه. اللي أنا ما نحبش نقول كتاب، راه هو مجموعة غنائية. هو ديوان أغاني، تتفهم كلام كتاب على خطر في شكله كتاب، شكله كتاب، أما في مضمونه هو ديوان أغاني. تتفهم كلام عامر بوعزة لما قال والكتاب يتضمن كأي عمل من هذا النوع نصوص جميلة وأخرى ضعيفة كان من الممكن تجاوزها. والأستاذة ألفة يوسف كتبت هناك نصوص قيمة وهناك نصوص ضعيفة في هذا، تقبل هذا النقد؟ طبعا بصدر الرحب جدا، وأنا سعيد بالملاحظات. ألفة يوسف تقرأ لي وتأخذ من وقتها، دكتورة امرأة عندها قيمة في البلاد من النخبة، أو الأستاذ عامر أبو عزة لي أستاذي قراني، أستاذي قراني كنت نقرأ عنده ولا يقرأ لي. شنو هي الشيخة اللي أنا عايشها؟ شنو هي المتعة اللي أنا عايشها؟ أستاذي قراني العربية ولا هو يقرأ لي ويعطي في رأيه؟ متعة كبيرة، نعمة من عند ربي. أنا نحس لي ربي قاعد يعوض لي صبري ومحنتي، عوض جميل. قصيدة بياع الكوكايين برشة تبرتاجات القصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي. بياع الكوكايين هل كذب جابوه منين؟ يا رب العالمين لجهنم راهم ماشيين، يلي بكيتوا العينين، أمي مريضة وبابا حزين، يا محكمة الفيسبوك كنت في الحابس سجي. كلاش جديد كما في الراب، هذيك أنا نعتبرها طريقة جديدة في الكتابة بالنسبة لي في الشعر الغنائي. كلاش جديد نفرغ فيه في قلبي على المظلمة اللي تعرضت لها وعلى الكذب، وهي عبارات قاسية بالقسوة اللي أنا عشتها وبالعذاب اللي عشته وبالكذب اللي عشته، وحطيت فيها عبارات كيما السم وكيما برشا حاجات معناتها خطر ما تنجم نعبر عليها كان هكا. برشا مباشرتية، برشا فيها برشا حقيقة، نحب الناس الكل تفهمها. شنو نتفلسف فيها؟ مانيش فيلسوف، انا حكيت اللي حسيته. انا انسان تظلمت في قضيه الترويج هذه اللي ورطوها لي وغلطوا العباد، وماهيش هذيك راهو تعرف شكون موجهه
مش للناس، راه المواطن البسيط، راه المواطن البسيط نقعد نموت عليك. انت واحد من جمهوري، انت تونسي بسيط، وانت ضحيه كيفي، عداوها عليك. انا هذيك للناس والصفحات والماكينه اللي خدمت وغلطت الناس، نهدي لهم من كل قلبي بياع الكوكايين اللي انا طول عمري نبيع في الفرحه ونبيع في الحياه ونبيع في الخير، عمري ما نبيع السم. واللي يسمع يتصدم، تبرى يعطيهم هم، واللي صدقهم قال نعم، وحتى اللي بايت يشم باطل فيا يتكلم. خي سامحني، ما يشوي، انا عبر على شوتي انا، بلكش انا ماشي واحد يقول يا محلاها عنده جماليه في الكتابه، لا، انا نحب نكون صادق في كتابتي، مانيش لوج على الجماليه. فما برشا جماليه في قصائد اخرى تحكيهم، اما القصيده هذه بالذات يا خويا فشيت فيها غير تفرهدت يا خويا. نور، خلي نرجع في الجزء الثاني بعد ما نسمعوا اغنيه ميزاجور، باش نحكيوا شو اللي صار بالضبط بقلب مفتوح نور، وباش نرجع نحكي على الكتاب مره ميزاجور. باش نقولوا بربي كل مره نغني اغنيه قول راهي موجوده في الكتاب هذه. اي ميزاجور، هاي هي اخر اغنيه في الكتاب ميزاجور، والغنية ذي راهي مش ميزاجور لي أنا، ميزاجور للناس الكل. أنا صار لي اللي صار لي، خذوا مني الدرس وخذوا مني العبرة، خاطر ما نحب حتى حد يصير عليه اللي صار لي يدخل الحبس، حبس مر والقانون ما يرحمش، والناس الكل كيف كيف الوقت ذي، كي الوزير كي الغفير كي الفنان كي اللي عنده كي اللي ما عندوش، اللي غلط يخلص وردوا بالكم، فما ناس تهزكم للمهالك. وميزاجور أسمعوها بالقداء. ميزاجور من مجموعة غنائية بعنوان الحي روح. ميزاجور جديد نور شبت، مجموعة غنائية الحي روح. المجموعة هذه فيها سلسلة من القصائد اللي كتبها في السجن متاعه، أغاني لأنه فيها نوتة زادة مقابلة، حاجة جديدة ومنوتة هنا. هي ما أنت واحد يقرأ موسيقى، لأني أنا فنان نغني ونأمل باللحن. توب باش نحكيو شنو صار بالضبط، باش نحكيو على 24 ديسمبر 2021. قديش باش تكون صريح مع الناس؟ إذا كان أنا صريح مع روحي راني مش نكون صريح مع الناس. أنا لاني جاي لا باش نبيضك، لا 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 ولا باش ندينك، فما حد شيء يتبيض. القضاء عنده الملف وقضيتي معروفة، مش في الفيسبوك. فما زوز محاكم، فما محكمة العدل، القضاء الجالس، الناس اللي قرأت قانون، والناس اللي لبست الروبة، والناس اللي أدت القسم وتخاف ربي وتحتكم إلى ضميرها. وفما محكمة أخرى اللي هي لازمها اليوم تتنحى، وانا عملت الكتاب هذايا بالذات ما قلتلكش حاجه باش تتنحى المحكمه هذيا. يبقى كان القضاء متاعنا اللي على النزيه هو اللي يحكم، شنو محكمه الفيسبوك هذيا؟ كل واحد يحط لا تستعرف لا بتعقيب ولا بتحقيق ولا بمكافحات ولا باجال ولا بحد شيء. فهمتني؟ مفروض اون برانسيب المحكمه هذيا يلزمها ستوب، نقولوا لها يزي في البرك. محكمه الفيسبوك عملت عليها، عملت عليها قصيده نور شبا. وفما محكمه اخرى وهي العداله الالهيه، هذاك عاد انا تعرفي هادي خويا ما عاد يقلقني شيء في الدنيا. شديت الحبس، سحروني، مرضوني، عملوا فيا اللي ما يتعملش. مازالوا كان مقتلوا قتلونيش، راه خاطرني انا نجحت في البلاد هذه. تنجح يلزمك تاكل العصا. انا نتقلق كان نهارة اللي انا ما نصليش وما نسجدش لله، تزني الدنيا ولا ما لقاش وقت، وقتها نتقلق برشا. اما الكل وباقي الكل تفاصيل حكايه فارغه. وانا فما ناس حبت تقص لي يدي، يدي اللي حبوا يقصوها رفعتها الى احكم الحاكمين، وتو نشوف شكون يغلب. به 24 ديسمبر قبل باسبوع كنا نسق انا وياك على لقاء باش نجيب حدانا للبرنامج، مع نص نهار الخبر صدمنا، إيقاف الفنان نور شبا بتهمة ترويج الكوكايين. شنو صار يوم 24 ديسمبر حقيقة؟ هذا عهد قدام ربي، وقلت لك الملف عند القضاء باش نحكي لي موجود. معناتها قاعد في دويرتي جاني استدعاء فرقة ستيوب تاع بن عروس. اي باش تفضل معانا عندك استدعاء، جابوا لي استدعاء. لا هدوا علي، لا جات فرقة، لا كيما كتبوا افلام ودنيا وهزوني وعملوا كذا والقى القبض ما قبش جاني استدعاء بقدري. مشيت مع المحامين نتاعي مع مدير اعمالي، مشيت لبيت الاستدعاء هذايا ودخلت للبحث. سالوني على علاقتي بشخص قاو نومرويا عنده في التليفون وبعض الرسائل. فما رسائل راهي غالطه دور في الفيسبوك، هذيك راهي مفبركه. الرسائل الصحيحه ما خرجتش في الـ في الـ في الفيسبوك. معناتها السيد هذايا اللي هو ولا صديق كيما صديقي انا، كيما صديق برشا مشاهير من الرياضه
من الفن شلواش ولدنا زوالي هكا تحفون كذا، واللي هو في البحث يقول انه هو جاني انا ما مشيتلوش، هو قال له دبرت نومرو نور شيبه واتصلت به على اساس عندي عرس متاع واحد صاحبي، ومن العرس هذاك ولينا حبايبات. هي جاوا يسالوني هو موضوع البحث شنو هي علاقتك به؟ علاقتي به نعرفه حبيبنا صاحبنا كذا 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 كذا. السيد هذا قالوا لي راهو مورط في قضيه ترويج مخدرات. فهمت الحكايه لاني انا عندي معه تجربه في الموضوع هذا. جاب لك مخدرات قبل؟ طبعا جاب لي. باش نقول لك لا جاب لي جاب لي. باش نقول انا سامحني يا والله العظيم ما نحبش نقول غربيه، ما نحبش نقولها لاني نتحمل مسؤوليتي، برغم اللي انا من 2000 سامحني مقيد باش نحيو العكاز، جبت شهاده طبيه مصحح فيها رئيس فريق 3 أطباء نفسانيين من خيره اللي عندنا، وفيهم شكون كان يبشر في الرازي. انا من 2018 يا هادي نعالج على امراض نفسيه، يجوني دي كريز دونغواس، صاروا لي ديزاكسيدون، انت تعرف قداش قصيد في الميدان الفني من مشاكل وكل شيء، عائلتي بعيدة عليا، عندي برشا مشاكل. هذايا هاوكا بالتاريخ وقتاش ومصحح عليهم، اللي أنا في البريود هذيك اللي هو تعرف عليا أنا نمر باضطرابات نفسية حادة، وصلت حتى في البريود هذيك خممت في الانتحار، وصار لي اختناق بالغاز في داري، وقمت مفجوع نلقى الحماية المدنية ونلقى مدير أعمالي ونلقى كل شيء، خديت شوك من وقتها. أنا تول 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 تعرف فاش نعيش أنا لتوا، نسكر الغاز في الدار، والله نسكر الغاز في الدار، نرقد نقول لا الغاز محلول يلزمني باش نموت، هكا عيشتي لتوا لتوا. نمشي نقول لا زعما، نبدا نحكي مع الغاز نقول توا سكرته دو هذا اكسيدون ساعه. عملت اكسيدون مع صديقي وليد، يعرفوه الاولاد الناس كل في جربه، عنده بواط، عملت له حفله وانا مروح معاه او الاولاد معايا يخدموا، عملنا اكسيدون دخلنا في سيتيرنا كبيره ويعرفوها الحادثه نتاع جربه. من وقتها ما عادش نسوق الكهرباء، انا كي نمشي لدارنا توا كي نمشي لبنبله ما نجمش نسوق في الاوتوروت، نخاف لا نعمل اكسيدون. نسوق كان في تونس الكبرى نجم نسوق كذا، اما شد ثنيه لازم معايا شوفر. به نعيش في ازمات نفسيه تعذبت برشا، نجاحي عذبني وعمل لي مشاكل كبيره برشا، مشاكل نفسيتي تعبت برشا، وليت نخمم في الانتحار، قلت يزي فاش قام انا عايش هكا ذي عيشه. وصلت قلت نقتل روحي؟ طبعا طبعا وصلت، لاني انا لولا نعمه الاسلام انا كما جيتش مسلم راني عملت، وايمان بربي راني عملت سبه في روحي. به السيد هذايا شلق بنا اموري النفسيه كذا يا خويا، قال لي نحكي وديما يحكي هو على الشيخه والشيخه والناس الشيخ والش والقعدات والدنيا وكذا وكذا وكذا. قال لي تبرى لو عليك من التويات الدنيا شبيك نورش تحب تقتل روحك، تبرى الناس البرجوازيه والاثرياء وعمل ستير كذا وفرهد روحك والسعاده وهذيك تعطيك السعاده والفرحه والدنيا وكذا، فهمتني؟ وانا في الحاله النفسيه هذيك مريض مريض، انا مانيش في مخي، فهمت؟ الطب يقولوا مانيش انا 3 أطباء وتنجموا تعديوني على طبيب شرعي، فهمت؟ قلت برا سيدي يا خلي، وهو شنو هو باش يولي عنده مورد رزق. استهلكت هالمال الماده هذه، حصلت في المنداف، حصلت في الظرف النفسي بتاعي، مريض ناخذ في دوايات وفديت من الدواء. انا وقتها انا كي استهلكت الماده المخدره هذه يصير لي تسمم في المعده بتاعي، مشيت لكلينيك صار لي تسمم، وهو باش نسمي لك الطبيب وانت تحب تنحي تحب تخلي. لا 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 سمين سمين بعد قول قص مش مشكلة، نعطيك بروف. الدكتور في كلينيك في تونس قال لي يا نور يا وليدي شنو حطيته في معدتك؟ قلت له راني عندي صاحبي جاب لي مادة هكا استهلك. قال لي لا، قال لي هذه معناتها راك طرف ولا موت تخلي، قال لي راك تلعب بروحك، عملوا لي غسيل معده. هي مش يشموها الكوكايين وصل للمعده؟ تتشم تتعدى البدن ونعرف اخي تتشم تهبط للمعده والمخ ولا ماناش عارف عليها كيفاش، طبيعي جدا معناتها، او هما اللي يعرفوا هي الاطباء يحلوا الحكايه ذي، انا مانيش ثاني الحل. اذا كي تشم معدتك باش تطلع كيفاش في راسك وانك ما تهبط تتوزع على البدن، تطلع فما حاجه تهبط للمعده وفما حاجه تهبط للحلق وفما حاجه تطلع. الله معافينا خطر، وربي يلطف بينا وبيكم، وربي يلطف وربي يلطف، واطلبوا اللطف اطلبوا اللطف، تعلموا اطلبوا اللطف. خاطر هذه اللي نحكي فيه الشيء هذايا يحزن ويبكي، ستان اكسيدون
سيت ان اكسيدون عباره واحد عملوا له البراكاج ولا جريمه كبيره. مانيش قاعد نحكي فين نوصف باش نوري مرحله خطيره برشا اللي صار خطيره برشا. ومن وقتها من غير وعي من غير اراده معناتها يقولوا لك تفضل ها وجبنا لك الكوكايين هيا درا شنو من غير وعي من غير اراده نور. معناتها انا نعالج نفسانيا انا نعالج نفسانيا وبالرغم هذا الكل ناخذ في دويه الاعصاب ونعالج نفسانيا واستهلكت ونعترف اللي انا غلطت. اكثرش من هك واحد مريض وياخذ في دويه الاعصاب ويخمم في الانتحار وثلاثه طب يداويو فيه وغروا بيه وبعثوا له واحد قالوا له استهلك ماده مخدره وهو جاني يا سيدي. وبالرغم هذا الكل انا نقول راني غلطت لاني ربما ما ركزتش في اختيار الناس. ربما اللي جاء السيد اللي جاني قلت سامحني غلطت في الشخص. فهمتني اكثرش من هك نستعرف اللي انا غلطت وتحملت مسؤوليتي تعرف ولا متت. نور لما وقعت انت في هذا الخطا وهذا خطا نجم يحطم مسيره انسان معناتها طبيعي ناس يبدا بيان انتوري معناتها عنده عائلته عنده اداره اعماله تنجم تفيق وتنجم تقف ضد خاصه وقت اللي تبدا وضعيه نفسيه هشه كما الوضعيه اللي تعاني منها. هاو فاش غلطت على جخر بس تعرف اللي انا غلطت اللي انا كنت منزوي مثلا انا عيشتي مع شكون عندي نانا اخواتي برحمان وخديجه عندي عائلتي في بنبله وعندي الشخص اللي في جنبي ديما في جنبي هو مدير اعمالي ما نحكيش كل شيء وهذه غلطه. وهذاك علاش يا ناس ما تخبيوش وجيعتكم ومشاكلكم للناس اللي قرب منكم احكيوا هذا هو المهم. فانا من وقتها عملت غسيل معده وقعدت نداوي في معدتي لتو معدتي من الاكسيدون هذاك لتو ناخذ في الدويات وكل شيء. ومن وقتها الموضوع هذاك مشي على روحي. بعد شهرين بعد شهرين وثلاثة أيام من اللي صار الأكسيدون يجيني لستة عام تاع الفرق حكاية مشيت على روحها. كان جيت أنا في وقتها وكل شيء أنا حكاية مشيت على روحها. ودليل مشيت بسقيك مشيت بسقايا أخي ما في ما في ولا واستعرفت بالاستهلاك خاطر الاستهلاك قديم ما عندي ما نخبي. أنا كان جيت وقتها راني نكرت ولا صحيح قلت لهم صار استهلاك قديم عنده شهرين وثلاثة أيام. غريب لأنه على صفحات الفيسبوك من غدوة هنوريك أنا مثالش بعد إذنك وانت موقف تصوير هذه خرجت هذا المحجوز اللي تشد عند نور شيبة المحجوز فيه كيلو كوكايين 10 جرام معدل الاستهلاك والبيع 700 جرام عجين مخدر من الزطلة 3 آلات وزن إلكترونية خراطيش بنادق صيد مبلغ مالي تجاوز 3 ملايين متأتية من إحدى عمليات البيع. دونك بالمحجوز هذايا من المفروض راك ورا الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يا ويلكم يا طول ليلكم من دعام ميمتي ودموع بابا كل سجود كل صلاة ندي عليكم اللي تحطوا لي هذا الخمج هذا والوسخ هذا ها والسم هذا تحطوه لي معتاع قضية أخرى قضية أخرى لا علاقة به بها لا جاوني لا هزوني وتحطوه وكم كوا ما حبوش يذكروا اسمي الفنان الشعبي. أنا من الشعبي ساعة نتمنى نكون فنان شعبي فنان. أنت دخلت لداري هذه وجيتني بعد سلمحنا داري هذيك اللي فيها القرآن الكريم وداري هذيك اللي تحسها متاع دار متاع فنان محترم أمي بحذايا وإخواتي يجيو تلقى فيها الخمج هذاك تلقى فيها الوسخ والسم هذاك. انا نبيع الدروق عليه نقص فلوس مانيش نخدم بدي نخاف من ظلي. انا ساعات كان في الليل نخاف مش جبن راهو مش جبن من الجبان اما نخاف. لا علاقه لك بالشيء هذا القضاء بحثت وصار تفقد وصارت معاينات وصارت ابحاث وما عندي بي حتى علاقة الموضوع هذاك أنا عندي شبهة استهلاك بدون مسك ما شدوا عندي شيء جاني استدعاء وساطة. معناتها أنت كنت تحل الباب للفنانين وتعمل وساطة ما بين المروج وما بين الفنانين والمشاهير. هو قالوا حتى عكازي هذا اللي نغني به قال لك يمشي في العروسات يحل ويحط فيه الدروك وما قالوا ما خلوا ما قلهم وما قالوا حاجة هما هذا قال لك هاو يتحل هو هاو كزي لبكمة ها إيش قولك والله العظيم اش قولك معناتها سماع شنو خلوه ما قال ما خلوه خدموا بيا راهو ريتك الباجيت هذوكما اللي كان عنده مليون ولات عنده زوز ملايين
في الباج وسبونسوريزي هبطوا فيهم بنور شيبه. بنور شيبه يا ودي نسمع كنهار في اذاعه ماني كي خرجت عادانا بديت نفلي فاك اليوتيوب وكل باجيت وكل كل يوم منهم اذاعه بلاتو قال نتعداو اشهار وباش نحكي لكم على قضيه نور شيبه. ما زلنا باش نحكيوا على قضيه نور شيبه. نور شيبه نرجعوا اشهار اخر ناس يدور لي خدمه بيا يا وخي اللي عملوه فيا وين باش تلقاو فعلكم. وين نقول لكم حاجه انا هو ابتلاء من عند ربي ابتلاء ربي ابتلاني حتى يردني اليه ردا جميلا وانا شيخ لي علاقتي بربي كبيره وعرفت حقيقه برشا ناس وعرفت حقيقه البلاد وعرفت برشا حاجات مثال شو عملت ميزاجور. اما راهو الظلم يا هادي ماهوش باهي. اليوم سامحني انت كي تقول هذاك قيتو عندي في داري راني مفروض محكوم بعشر سنين ما عنديش هذاك مش متاعي متاع قضية أخرى. نور من جديد غنينا ميزاجور شو يزمنا نغنيه؟ غني سيد القاضي. سيد القاضي سيد القاضي اللي عندي معه حكاية هادي عندي معه حكاية هذه قلتها للسيد قاضي التحقيق كي يسألني جاوبته بغناية خطر ما عندي ما نقول يسأل فيه على حاجة ما عملتهاش في موضوع العينات اللي منحبش نحكي فيه وعندي ثقة في القضاء باش ياخذ لي حقي كتبت اشترها في الجيال وهم مخرجيني وكملت قلتها له قدامه في ال وهو يبحث فيه. الغناية هذه عملناها في 24 ساعة أنا التولى رقدت في بالك ولا طبعا نسجله تحية كبيرة لمحمد رزقوس اللي صفقوا عليه بربي الموزع متاعنا اللي هو زاد التولى رقد هذايا معناتها غناية سجلناها واخترتها هي بالذات باش نغنيوها اليوم. سيدي القاضي نور شيبة. نور شيبة ضيفنا. نور شيبة الغناية نلقاها على شين يوتيوب خاصة نلقاها على شين يوتيوب هي غناية جديدة من كتاب الحي روح أسمعوا الكلام تاع الغناية ذي فراهي تحكي ونعرف اللي كنت نغني هذه بارشا ناس بكيت خاطر الغنية ذي حافظينها راه في السجرة أنا غنيتي حافظوهم راه كيما ميزاجور كيما سيد القاضي كيما يما ما تجينيش كيما الحي روح حفظتهم لهم حفظتهم لهم ناس رجال تبدا تبكي يبداو يبكيو ويخبيو في دموعهم في بيت فيها مياه وكذا هذاك علاش هذه راهو عندي معهم قصه راهو مش نغني فيهم. الحي روح موجود في المكتبات مجموعه غنائيه بامضاء الفنان نور شيبه باش نرجعوا نحكيو على المحنه حبيت نقول انه موجوده في المكتبات موجوده في مكتبه الكتاب في تونس بفروعها ثلاثه المرسى وميتويل فيل وشارع حبيب بورقيبه موجوده في فناك سوسه وصفاقس وتونس وموجوده في المكتبات مطلوب والحمد لله انه اليوم معناتها قاعد يحقق في مبيعات كبيره، الناس قاعده تحكي تقرا على وجيعه فنان تونسي شد السجن يحبوا يعرفوا ايش صار ايش ما صارش من الواقع، اقراوا حاجات من الواقع واستوعبوا بالدرس والحمد لله اليوم قاعد يلقى في نجاح كبير برشا وهذه الطبعه الثانيه، الطبعه الاولى وفات في ظرف 24 ساعه يعيشك. مبروك، نور شيبة الحي روح، فاصل ونعود. الليلة نحكيو على علامة فارقة في مجال الموبل قلم اللوح يفتتح بنجاح شاوروم جديد في سكرة كوليكسيون جديدة تعكس روعة التصميم العصري بلمسات أنيقة. هذا عالم قلم اللوح عنوان التميز في الموبل علامة تونسية ألقت بفضل قوة الابتكار والديزاين الرائع أثاث قلم اللوح يتميز بالجمال والأناقة في مظهر طبيعي جذاب أثاث متين وقوي بفضل اعتماده على مواد أولية عالية الجودة شيء يخليه يدوم من غير حتى مشكلة أثاث كما تشوفوا براتيك سهل التنظيف والصيانة قلم اللوح قصة نجاح بدأت من حكاية غرام بالنقش على الخشب حتى لين وصلت لمجال التصميم والابتكار ومن هنا جت التسمية تسمية قلم اللوح
علامة قلم اللوح زينة ديارو فيليت وشقق العديد من نجوم تونس. بفضل الشوروم الجديد في سكرة، علامة قلم اللوح وسعت خدماتها باش تمس كل رغبات التوانسة وانتظاراتهم لمنزل عصري عملي وأنيق. كما تشوفوا خيارات لا متناهية في الصالونات العصرية. بيوت النوم بأحجام مختلفة وتصاميم متنوعة. دي سالا مونجي عملية أنيقة وفخمة. نقطة قوة علامة قلم اللوح هي أنها تستجيب لذوق وحاجات التوانسة. فريق عمل من المحترفين يخدم على أثاث يصمم خصيصا حسب مقاسة الدار. فريق من المختصين يقدم النصيحة ويقترح بالتشاور مع مهندس الديكور. الهدف إرضاء الحريف. الفريق متاعنا ينجم يدخل على الدار فارغة مشاورات وخدمة كبيرة، ومن بعد الحريف يستلم داره جاهزة كما يحلم بها. علامة قلم اللوح وصلت اليوم لقلوب التوانسة الكل بفضل جدية الفريق اللي يخدم يد واحدة مدة سنوات. باش تصل اليوم علامة قلم اللوح تكون الرقم واحد في تونس.